الاهلي. الاهلي السنه دي اتضغط في بدايه الموسم بمشاركته في الدوري الافريقي, والفرقه ابتدت يعني وكولر ابتدى يتوجه له انتقادات كبيره جدا بتاع ان هو بيغير لعيبه كتيره جدا في التشكيل. هل انت شايف ان الانتقادات دي في محلها, ولا المدرب طبيعي ان هو مع ضغط الماتشات ده في بدايه الموسم وداخل على كاس عالم الانديه ان هو لازم ان هو يعمل روتيشن بشكل كويس عشان يلاقي اللعيبه قدام؟ لا, انا اتكلم في بعد ثالث اللي هو ضربه النادي الاهلي. هو ضربه النادي الاهلي انت لما بتخسر ماتش الدنيا او بتتعادل ماتش الدنيا بتقوم ما بتقعدش يعني, ودي ضربه المدرب وضربه اللعيبه وضربه اهلي والزمالك. انا بتكلم في الاتيام الكبيره اللي هي دايما في ظهرهم جماهيريه كبيره يعني وجماهيريه عظيمه يعني. لكن انا بتكلم يا كابتن ميدو برضو النادي الاهلي نفس الفكره, ان انت النهارده بتخسر بطوله السوبر في اول الموسم. اعدادك انا شايف ان الاعداد ما كانش كافي. انا شايف ان الفرقه ما وصلتش للحاله اللي تقدر تاخد بيها بطوله, وده عادي جدا ما فيش مشكله. ان انت برضو مع الوقت انك تخرج برضو من السوبر الافريقي برضو بالشكل اللي هو الاداء ما كانش احسن حاجه, او الدوري الافريقي انا اسف يعني. فهي الفكره ان انا شايف الاهلي ما وصلش للحاله بتاعت السنه اللي فاتت. وانا دايما بقول ان الحاله مهمه جدا يعني, بغض النظر عن الاسم وبغض النظر عن شكل التيم, الحاله بتاعت التيم مش اللعيبه اللي جوه, الحاله بتاعت التيم. الاهلي وصل لحاله مع كولر هايله جدا السنه اللي فاتت. السنه دي الدنيا مش احسن حاجه, لكن الاهلي طبعا بخبراته بلعيبته بمدربه يقدر يرجع بسهوله جدا لحالته الطبيعيه. لكن برده في بعد برده مهم جدا ان مفيش تيم في الدنيا بياخد كل بطوله بيدخلها يعني. برضو مفيش تيم في الدنيا كل بطوله بتدخلها بتاخد, انت بتنافس عليها لكن مش لازم اخدها. فالاهلي عادي جدا ان هو يخسر بطوله او يخسر دوري او يخسر بطوله في وسط 5-6 بطولات, ده عادي جدا. ما يصدرش الضغط الهائل ده على النادي الاهلي, بس هي دي ضربه النادي الاهلي او الزمالك يعني. لكن انا شايف ان الاهلي يقدر يرجع المسار تاني ويقدر يرجع للطريق تاني بسهوله, لان عنده لعيبه وعنده مدرب وعنده امكانيات كبيره يعني. رايك في حته التغيير الكتير في التشكيل في ضغط الماتشات في الوقت ده, هل انت شايف ان هو بينتهج الاسلوب الصح وده طبيعي, ولا الطبيعي ان هو بعد ما خرج من بطوله افريقيا ان هو يحاول ان هو يثبت التشكيل ويدي للمجموعه اللي بتلعب ثقه؟ شايف انا من وجهه نظري طول ما انا مش احسن حاجه في النتائج محتاج ان انا اثبت التيم بتاعي. اوكي, انا من وجهه نظري انا ما العبش في الروتيشن كتير او التدوير كتير, خصوصا ان حالات الناس في 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 جاب ما بين بعض اللعيبه يعني. في لعيبه لسه جايه من الاصابه يعني, في جاب كتير في الحاله الفنيه بين مش امكانياتهم. انا بتكلم في حالتهم النهارده, فانا بتكلم ان هو كان محتاج يثبت التيم شويه, محتاج يثبت على التيم شويه, في خصوصا في لما يبقى عندي هزه. لما يبقى عندي هزه مش محتاج ان انا اعمل روتيشن كتير, لان انا بخسر اللي بيلعب وبخسر اللي بيدخل كمان, بخسر الاثنين في توقيت انا مش محتاج اخسر فيه لعيب اصلا, فاضطر بخسر الاثنين اللي هو اصلا رجليه في الملعب واللي بيدخل عليه. فانا من وجهه نظري كان يثبت التيم افضل يعني.